تكملة للفيديو ان شاء الله اللي هو الجزء الثاني. طيب كنا واقفين عند the sun is ايه near، طبعا the shadow is ايه big، يبقى لما السن بتكون قريبة مننا الشادو بيكون ايه كبير. طيب turn the page، my day look read and number، يعني انظر واقرأ وكمان رقم. اول حاجة I get up in the morning، انا بصحى او بستيقظ من النوم في الصباح، فده طبعا نمبر 1. الديلي روتينز بتاعتنا، ايه الروتين بتاعنا كل يوم. بعد كده I eat breakfast in the morning، انا باكل الفطار بتاعي في الصباح. بعد كده I go to school in the morning، انا بذهب الى المدرسة في الصباح. بعد كده I eat lunch in the afternoon، انا باكل الغداء بتاعي في بعد الظهر، ده نمبر 4. نمبر 5 I eat dinner in the evening، انا باكل العشاء بتاعي في المساء. بعد كده I go to bed at night، في الليل بقى بذهب الى السرير طبعا للنوم. ده الديلي روتينز بتاعتنا. طيب تعالوا turn the page، look read and say، my day اليوم بتاعي، look read and say انظر وكمان اقرأ وقول. dinner، يلا ربيت معايا dinner، ودينر يعني عشاء. سكول، سكول يعني مدرسة. بريكفاست، بريكفاست يعني فطار. بيد، بيد يعني السرير. لانش، لانش يعني الغداء. ريد اند سيركل، اقرأ وضع دائرة. ات نايت، في المساء او في الليل. اي جو تو سكول ولا بيد، طبعا بروح البيد او بذهب الى البيت يعني السرير. I go to school ولا bed to see my teacher، انا بذهب الى المدرسة ولا بذهب الى البيت علشان اشاهد التيتشر بتاعتي، المدرسة بتاعتي طبعا السكول. at night، في الليل. I eat breakfast ولا dinner at night، ها طبعا dinner with my family، مع العائلة بتاعتي. I eat breakfast ولا lunch in the morning، انا باكل ايه طبعا الفطار، طبعا يبقى بريكفاست. طبعا البيج دي اللي هي 47 و 46 هما الاثنين بيتكلموا عن الديلي روتين بتاعنا او الروتين اليومي بتاعنا. طب هنا بيقول لنا ايه، learn sounds with base b، يعني تعلم الاصوات مع البيز بي. lunch هنا بيدينا ثلاث حروف والمفروض ان احنا لازم نكون عارفين الفونكس بتاعتهم. listen and repeat، استمع وكمان كرر. طيب اول حاجه عندنا حرف ال L. what is the sound of L، what is the sound of L، lunch، lunch غداء، ليلى، ليلى. طيب عندنا بعد كده الحرف اللي بعديه هو ال X، fox، fox دوت حرف ال X، طبعا الفوكس يعني ثعلب. what is the sound of X، fox. طيب بعد كده عندنا اليوغرت اللي هو الزبادي، what is the sound of y، ي، ي، يوغرت زبادي. طيب بعد كده عندنا يلو، ي، يلو، تمام. what is the sound of y، ي، ي. طيب look trace and write، انظر وكمان المفروض ان احنا هنوصل هندوس على النقط زي ما احنا شايفين كده اللي موجودة بتاعت الحروف، وكمان هنكتب. مدينا ال كابيتال والال سمول والاكس كابيتال والاكس سمول والواي كابيتال والواي سمول. المفروض هنا هنتعرف على ايه، هنتعرف على الساوند بتاع كل حرف في الصفحة دي او في البيج دي، والمفروض هنتعرف على الكلمات على الحروف دي زي ال والاكس والواي. طيب بعد كده عندنا ايه، الصفحة اللي بعديها turn the page، listen blend and write then say. listen يعني استمع، blend المفروض ان احنا نخبي الكلمة، وبعد كده write يعني اكتب، then say بعد كده هنقول. اول كلمة عندنا ايه، كلمة fox، fox وfox يعني ثعلب. بعد كده number 2 six، six و six يعني اللي هو رقم 6. بعد كده leg، leg اللي هو الرجل، leg. بعد كده yes يعني نعم، yes. بعد كده box يعني صندوق، box. بعد كده lemon، lemon يعني ليمونة. طيب sing يعني غني. six foxes in the yellow box، six foxes in the yellow box يعني ستة من الثعالب
موجودة في الصندوق الأصفر. 6 yellow lemons in the tree. 6 ليمونات صفر موجودين فين؟ في التري، في الشجرة. And lunch is yummy. اللانش الغداء بيكون جميل أو لذيذ. Yes yes yes. نعم نعم نعم. طيب turn the page. هنا طبعا زي إذا ما احنا متعودين في كل يونت بيجيب لنا ستوري، المفروض ان هو في الستوريز دي بيحكوا قصة بنتعلم منها حاجة. طيب lesson read and point. What is this؟ ما هذا؟ فآدم بيقول it's a shadow، إنها الإيه؟ الظل. آدم بيشاور وبيقول what this؟ it's a butterfly shadow، إنها الظل بتاع الإيه؟ بتاع البترفلاي، بتاع الفراشة. طيب turn the page. Look it's a bee shadow، إنها النحلة الظل بتاع النحلة. Oh yes. آدم بيقول إيه؟ Oh look they are flower shadows، إنها الإيه؟ الظل بتاع الايه الفلاور. او يس ده دينا قالت او ايه يس. طيب turn the page. ادم بيقول ايه؟ look why is my shadow small، ليه الظل بتاعه صغير؟ تعالوا نشوف، واحنا خدناها قبل كده. فبيزي بي بتقول the sun is far، كل ما كانت الشمس بعيدة كل ما كان الشادو صغيرة او الظل صغير. ادم اند دينا thank you thank you بيزي بي، شكرا يا بيزي بي. طيب بعد كده عندنا الشادو بيكتشر. turn the page. الشادو بيكتشر. make a shadow picture، احنا عايزين نعمل هنا ايه؟ شادو. عايزين نعمل هنا ايه في الصفحه ديت او في البيج دي؟ المفروض هنا بيعملوا شادو. طب عشان نعمل شادو او نعمل صوره للشادو بنجيب ايه؟ بنجيب وايت بيبر، بنجيب بنسل، بنجيب تورش، بنجيب كرايونز. المفروض البنت او الولد بيروحوا رسمين رسمة وملونينها، وبعدين بنجيب التورش او الضوء ده، تمام، بنحطه على وايت بيبر، وكمان بنسلط التورش على الصورة دي، فبالتالي هيعمل ظل زي ما احنا شايفين. زي ما الولد هنا جايب لنا it's a dinosaur، it's a dinosaur، انه الديناصور. جاب تورش وجاب الرسمة اللي هو رسمها، وكمان هيبان هنا قدامنا الايه؟ الشادو بتاع الديناصور او لعبة بتاعته. كان جايب لعبة شكل ديناصور وجاب التورش قدامها، فبالتالي عملت الظل بتاعها زي ما احنا شايفين كده. طيب اخر حاجة عندنا اليونت ريفيو. شو اند تيل، اعرض و قول او احكي. المفروض هنا بيجيب لنا اهم الحاجات المفروض في اليونت كلها بيعرضها، زي الفوكابلوري اللي احنا عندنا كلمة flower plant bird مثلا butterfly bee، تمام. طب ايه اللايف سكيلز اللي هو الديلي روتين بتاعنا، اللي احنا الواحد بيصحى الصبح وبعد كده بيروح المدرسه وبياخد الفطار بتاعه وبعدين ينزل يروح المدرسه، بعد كده بيرجع يتغدى وبعدين يعمل واجباته ويذاكر وبعد كده ينام. طب ايه اهم الفونكس المفروض ان احنا نتعرف عليها في اليونت دي؟ هي حرف ال والاكس والواي والكلمات اللي عليها زيات حفظ. طيب الساينس بقى عندنا هنا ايه؟ ان احنا كل ما الشمس بيكون قريبة مننا كل ما الظل بيكون كبير، والعكس تماما طبعا. طيب نيجي بعد كده عندنا البروجيكت، زي ما احنا قلنا ان جايب بنجيب مثلا التورش والكرينز زي ما احنا لسه شرحين في الصفحة اللي قبليها، وبعدين بنجيب التورش على الرسمة بتاعتنا، فبالتالي بيبان الظل على الوايت بيبر. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا اليونت دي، وإذا عجبكم الفيديو أرجو اعمل لايك وشير وسبسكرايب ليصل لأكبر عدد ممكن مننا، وجزيتم الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.